بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، مشاهدي برنامج القرآن حياتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة مميزة وجديدة في أول أيام شهر رمضان الكريم، وكل عام وأنتم بخير. ونسعدنا ويشرفنا أن يكون في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم فضيلة العلامة الدكتور عبد الواحد وجيه، أستاذ البيان في القرآن الكريم، فأهلا وسهلا ومرحبا به ضيفا عزيزا. فضيلة ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور العلامة الدكتور عبد الواحد، حقيقة سعادة الدكتور، نحن سعداء جدا بوجودكم معنا في المملكة العربية السعودية، ونحن نسجل أول حلقة لبرنامج القرآن وحياتي في وجودكم الكريم وبعلمكم الغزير في علم البيان. حقيقة بصفتكم أستاذ في علم البيان في القرآن، يعني نسعد مع المشاهدين برنامج القرآن وحياتي في أول حلقة نستهلها بوجودكم معنا. نحن سعداء بكم حقيقة فضيلة الدكتور، ويسعدنا جدا أن نسمع منكم عن الآيات القرآنية التي ذكرت في سورة البقرة عن رمضان الكريم، وما هو تفسيرها من جهة العلم البيان القرآني الذي تتميزون به فضيلتكم، فلنسمع منكم هذا التعبير. نشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالمعروف على أن الله تبارك وتعالى قد شرف الأمة بشهر رمضان، وشرف شهر رمضان بليلة القدر، وشرف ليلة القدر بنزول القرآن، وشرف القرآن، شرف القرآن بأنه كلام رب العالمين. ولذلك فإن ميزة أمة محمد أن الله تبارك وتعالى ميزها وجعل فيها الخيرية، إذ أنه سبحانه أنزل خير الكتب مع أفضل الملائكة على أفضل الأنبياء على خير أمة في خير شهر في خير ليلة، وهي ليلة القدر. وقد قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشرف شهر رمضان بأن نزل فيه القرآن الكريم. ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم، ختم المصحف، ختم القرآن معه جبريل عليه السلام مرتين، جاءه في رمضان في آخر حياته فراجع معه القرآن مرتين. ولذلك فإن القرآن هو قد اشتق من القرء وهو الجمع، تقول العرب: قرأت الشيء جمعته. ومن ثم قيل له قرآن لأنه بصيغة المبالغة جمعان، إذ أن الكتب السابقة كانت تتكلم عن حاضرها ومستقبلها، فلما جاء القرآن أضاف رقم 3 وهو خبر الماضي، فسمي قرآن بما نجمعان. وأي كلمة تتكون من 3 أحرف فتقول لفلان للشخص اقرأ، يعني اجمع، ولا يكون الجمع إلا إذا كان فوق 2، يعني 3. ولما كان القرآن يتكلم عن الحاضر والماضي والمستقبل قيل له قرآن بصيغة المبالغة جمعان. وشرف الله تعالى شهر رمضان بأن نزل فيه التنزيل، وقد شرف شعبان بقربه من رمضان، وقد تشرف شوال بقربه من رمضان، إذ أن فضل شعبان لا يكون إلا بسبب لأنه مجاور لرمضان، وفضل شوال لكذلك بجواره من رمضان. فمن جاور الكريم كرم، ومن جاور البخيل كان بخيل، ومن جاور السعيد سعيد. فلذلك هذا، ولذلك ربنا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، بمعنى من حضر، لأن لشهد عند العرب 4 معاني: شهد بمعنى علم، بمعنى اطلع، وبمعنى حضر، وبمعنى أخبر، يعني أو أخبر، وليست شهد بمعنى رأى بالعين. لو كانت شهد تقصد العين، الأعمى ما يصوم أبدا، صحيح. وإنما تقول العرب: علي شهد بدرا، إن حضر حضر وخير. كذلك شهد بمعنى علم، بمعنى أن الإنسان قد يأتيه العلم من عدلين على عيد الفطر،
كما لا يشترط في رؤية هلال رمضان إلا بعدل واحد، بينما في رؤية شوال رؤية العيد لا بد له من أن يكون نين. وقد جاء في عند المالكي وعم به معنهما، يعني وعمت الرؤية بالعدلين عن العدلين القطر الثاني. إذن فميزة الأمة جاء، والسر تفضيل هذه الأمة جاء من رمضان، لأن فيها ليلة، فيه ليلة خير من ألف شهر. وقد قال فيها سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والأمر الحكيم يعني كل شيء أراد الله تبارك وتعالى أن يبث فيه فيكون في تلك الليلة، أعمال العباد وأرزاق العباد وأفعال العباد من السنة إلى السنة تتم، ثم تنزل إلى السماء الدنيا بدون علم الملائكة. ولذلك فإن الملائكة وإن كانت أرزاق العباد عندهم لا يعلمون متى تنزل، وهذا معنى قوي: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أسبابها في الأرض لكن مفاتيحها في السماء. فمن ثم كانت فضل هذه الليلة فضلا عظيما، وقد قامها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. وكما جاء عن السيدة عائشة لما سئلت عن رمضان عن ليلة القدر ماذا نقول، فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذن تفضيل هذه الأمة جاء من هذه الليلة. نعم، جزاك الله ألف خير فضيلة الدكتور، سعدنا حقيقة يعني الكلام الطيب. وأيضا إن شاء الله يعني هنسألكم بعض أسئلة حقيقة أخبرني بها الإخوان في أحد اللقاءات اللي شرفوا بكم فيها في جدة، فإن شاء الله يعني نكون معكم في بعض الأسئلة الأخرى إن شاء الله. فضيلة الدكتور، يعني الناس في رمضان تعودوا الكسل وتوقعوا أن شهر رمضان هو شهر النوم وعدم يعني العمل يكون منخفض أو عدد ساعات العمل بتكون قليلة في رمضان، ويرجعوا إلى البيت بعد العمل، يعني مع أنه فترة بسيطة يأخذوها في العمل يقضوا باقي اليوم نوما حتى يعني أذان المغرب والإفطار. وهذه العادة يعني أنا مستغرب يعني موجودة في العالم الإسلامي، ليس في أي دولة معينة على حد يعني ذاتها، ولكن يعني نبغى منكم يعني شرح هذه العادة السيئة وكيف نتغلب عليها في رمضان، وكيف نجعل شهر رمضان هو شهر العبادات وشهر الطاعة وشهر النشاط حسب ما ذكر في الآيات القرآنية وعلم البيان الموجود عندكم في هذا المعنى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لرمضان هو نعم عند البعض شهر الخمول، لكن هو رمضان جاء أصلا ليرمد الذنوب جميعا فيجعلها رمادا، لكن لا بد من الاجتهاد، لأن البعض هداهم الله رمضانهم نهاره نوم وأحلام وليله مسلسلات وأفلام، فكان المفروض يكون في رمضان الاجتهاد ثم لا يتغير عن شوال أو عن شعبان. بمعنى أن الإنسان إذا مشى في حياته يعني يفطر ويصلي ويعود إلى بيته وينام في وقته كما كان ينام في غير رمضان، ثم يجعل أموره طبيعية مثل ما كان، غير أنه لابد أن يرتفع روحانيا، أن يقدر ذلك اليوم أو ذلك الشهر، لأن رب العالمين يقول عن الذين لم يقدرون المقدسات وما قدروا حق قدره، ويمدح الصالحين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك فإذا كثير من الناس ينظرون إلى رمضان كأنه جاءهم بثقل وجاءهم لا ينظر إليه نظرة روحية وإنما نظرة جسدية. ومن ثم المؤمن يصوم بجميع جوارحه، لأن الصيام كما جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن رمضان هو معلم، يعلم الصبر، لأن الله تعالى جعل الفرائض التي فرض على العباد، الصلاة تعلم شيء، ورمضان يعلم الصبر، والحج يعلم الإنفاق والجود والكرم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والصيام كذلك، لأنه حتى في الحديث: من صام يوما في سبيل الله أبعد الله جسده على النار 70 خريفا. فما بالك حينما يصوم الشهر الكامل وكأنما صام 300 يوم، وستة أيام شوال هي 360 بعدد السنة. فإذا صاحب العقل يصوم بجميع جوارحه. أما الإنسان الجاهل أو الذي لا يعرف لله حرمة قد يصوم يمتنع عن الطعام والشراب. إنما رمضان
جاءنا لأن نتقرب به إلى الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذا هو رمضان عند المؤمن الذي ينظر إليه نظرة روحية، نظرة تقربية إلى الخالق جل شأنه. ما شاء الله، جزاك الله خير والله. يعني حقيقة يعني كل ما يذكر يعني شهر رمضان يعني نذكر يعني ننتظر المسلمين من يعني العام للعام. وحين أنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيضا شهر شعبان تأييدا لشهر رمضان، يعني استعدادا لشهر رمضان. فما نصيحتكم للمسلمين؟ احنا الآن يعني الناس ينتظروا يصوموا رمضان فقط، وبعد ما ينتهي شهر رمضان يعني ينسوا الصيام، وحتى الستة البيض قليلة من الناس يصومونها، وقبل رمضان أيضا ما وجدت يعني معظم الناس يقول لهم شعبان يقول لا احنا ننتظر رمضان. فما هي نصيحتكم أيضا للمسلمين في أنحاء العالم عن الصيام التطوع أو استعداد لشهر رمضان؟ وتأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كما جاء في الحديث يصوم شعبان حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، بمعنى أنه كان يصوم معظم شعبان أول شعبان، نعم، ويترك فجوة بينه وبين رمضان. ما كان يعني لا يأمر الأمة أنها لا تواصل، لا بد أن تترك فجوة لاستعداد، نعم. ولذلك فإن شوف شعبان هو استعداد لرمضان، لكن المسألة ليست في هذا المكان. فإن مربط الفرس هو فهم عدم فهم القرآن، لأن الذين يرون الأمور مقلوبة إنما نتيجة عدم فهمهم للتنزيل. لو عرفنا كلام المنان وماذا يقصد لهانت علينا العبادات، لأن العبادة أصلا لا يتورط الناس فيها إلا نتيجة عدم العلم للتنزيل. إذا الناس يقرؤون القرآن ولا يتدبرون، وقد قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن. الناس في رمضان يقرؤون القرآن ويكثرون من القراءة وهذا جميل، لكن ينسون أن هناك التدبر وهو أعلى وأعم. فرب العالمين قال في القراءة فقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم أكد عن التدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإنما يخشى الله في رمضان في العبادة في الحج من عباده العلماء، والعلماء لا يراد أن يكون متخصصا، فإن كل من تعلم علما وعمل به فهذا يدخل في هذه الآية. وقد قرأ الحسن البصري إنما يخشى الله بالرفع من عباده العلماء، بمعنى يجل الله العلماء من عباده. ولذلك فكلما رأيت خطأ في العمل فهذا نتيجة عدم العلم بالتنزيل. فالعمل الخطأ يدل على خطأ فهم التنزيل. ومن ثم فإن الناس في التنزيل أربع: قارئ وعالم وفقيه وفاهم. فليس كل قارئ عالم، وليس كل عالم فقيه، وليس كل فقيه قد فهم. صحيح. قد يختلف القراء ويختلف العلماء ويختلف الفقهاء، ولا يختلف من قد فهموا، لأن الفاهم هو أشد وأدق ما في التنزيل. ولما كان الفهم أدق ما في كتاب الله ذكره الله مرة واحدة ففهمناها سليمان. والفهم هو اللب والإدراك السريع، وهي يرجع إلى أعمال القلوب، لأن الفهم لا يدرك بشطارة الشخص ولا بعلمه وبذكائه، وإنما يأتي من السماء شريطة أن يكون القلب نظيفا. فلا بد له من الشروط الأربع، وهذه شرط أساسي في العبادات التي نرى الناس يخطئون في التقرب إلى الله. وقد جاء عن البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. لما آدم الأسماء كلها، لا بد من الأمور الأربع إذا أراد الإنسان أن يتأمل. لا بد من رجاحة التفكير وفصاحة التعبير وجياشة التدبير وسلامة التيسير. وهذه الأربع تتوقف على أربع: فرجاحة التفكير من قلة الذنوب، وفصاحة التعبير من الإعراض عن العيوب، وجياشة التدبير من نقاء القلوب، وسلامة التيسير من علام الغيوب. ما شاء الله. فإذا أدرك المرء هذه تهون عليه الأعمال والتقرب إلى الله. فكيف بابن آدم حينما يريد أن يتقرب إلى خالق ما يعرفه؟ تريد أن تعبد معبود وأنت لا تعرف عنه شيء، فأكيد ستخطئ في العبادة. ولذلك لا بد أن تعرف من ستعبد. ولذلك لما أرسل الله الأنبياء جاءوا ليعرفون الناس بخالقهم،
فإذا عرفوا خالقهم هذا تعليم العبادة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له الطريق إلى الجنة، يعيش في حياته سعيدا. ومن ثم يقول الإلبيري ابن إبراهيم بن مسعود الإلبيري لولدي ينصحه في قصيدة فيها العلم، ومن ضمنها قال له: أن العالم، أن صاحب العلم يرفعه الله على غيره، فقال: ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جاهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت. وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى. إذن الجاهل ليس له معنى وإن كان غنيا، لأن لا يحسب له حساب. ومن ضمن ما قال له قال: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما في حظك، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. هو العضب المهند السيف، ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصن، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. العلم كلما علمته زاد، كلما أوقفته نقص انتقص. إذن فبالعلم تسهل علينا عبادة الله، وبعدمه تصعب علينا. ومن ثم يقولون: يفعل الجاهل بنفسه ما لم يفعل بعدوه. قد يصوم ويتعب وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لرب يقول كلمة من سخط الله تمسح له كل ما صام، وقد يقول العالم كلمة طيبة يكتب له من ذلك عدد قدر الصيام وإن لم يصم في غير رمضان. كلمة واحدة. نعم. ما شاء الله عليك، جزاك الله خير فضيلة الدكتور. يعني أنا أرى أنه في سبحان الله في سورة البقرة دائما الآيات اللي ذكرت عن رمضان، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني آيات القرآن أعتقد كلها في سورة البقرة ركزت فيها، لما لسورة البقرة من فضل كبير وفضل شهر رمضان. لكن اللي فسروا يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه، يعني وجدنا كثير من التفسيرات، لكن أعتقد يا دكتور أن عندكم يعني تفسير المعنى أو تفسير معاني القرآن بطريقة يعني تبين لنا البيان، والبيان في القرآن في تفسير مثلا آية شهر رمضان الذي أنذر فيه القرآن، حبينا نسمع منكم. رب العالمين جل شأنه لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأعطى الأمور الأربع. أول شيء قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أراد أن يعرف رمضان، قال لكن فضله لأنه نزل فيه القرآن. صحيح. فأعطانا قيمة هذا الشهر لأنه نزل فيه كلام المنان. قال هدى للناس، قال إذن فهذا القرآن به ستصومون، وكأنما الله سبحانه يقول فرمضان لا تعرفون عنه شيء إلا بهذا الكتالوج، لأن الكتالوج الإلهي الذي أنزله إلى الأرض به نعرف كيف نصوم، وبدونه لا نعرف. فلذلك ألصق القرآن مع رمضان. هدى للناس، قال استقامة الناس وهدايتهم لا تكمن في أي عبادة إلا بهذا القرآن، فلذلك جاء بالقرآن مباشرة بعد الشهر، إذ أنه لا عبادة ولا صيام ولا حج ولا صلاة إلا باتباع هذا القرآن وفهمه وإدراكه. أما بقراءته فحسب، قد لا تدرك معاني التنزيل، وقد يخطئ الإنسان من حيث لا، وقد يفعل الجاهل بنفسه ما لم يفعل به عدوه. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذلك قيل القرآن بمعنى جمعان صيغة المبالغة، هدى للناس. والهداية ها هنا استقامة. والاستقامة استقامتان، ورب العالمين دائما يأمر بالاستقامة، استقامة منهاج واستقامة إعجاز. استقامة منهاج بأن القرآن ينزل بالمنهج مرتبا للأحداث، وينزل بالمعجز مبينا للآيات، وطريقة نزوله في بالمنهج على ثلاث: قصص وتبيين ونبأ. يقص أخبارا مضت، والغرض منها تثبيت الفؤاد، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. ويبين أشياء ظاهرة بشهادة العباد، وينبئ عن أشياء لم تقع لتبليغ المراد. ينبئ عن أشياء ما جاءت أبدا. هذه طريقة القرآن استقامة المنهاج. أما استقامة الإعجاز فهي على ضربين: معجز يتبين في مخلوقاته الظاهرة الآيات الكونية، ومعجز يختفي في بلاغته الباهرة وهي الأسرار البيانية. ولذلك أضاف جاء بالقرآن ها هنا لندرك فهمه، حتى إذا عبدنا الله وتقربنا إليه نتقرب إليه عن بصيرة ووعي، لا نتقرب إليه بجهل. ومن ثم فأيما عابد تعبد وعبد الله
قد تكون عبادته كسراب يحسبه الظمآن ماء إذا أخطأ الطريق، وقد يتعبد ويفعل ما يشاء وما يقع شيء. وقد جاء في الأثر أن إبليس جاءه خدمه من الشياطين قالوا لقد عجزنا عن رجل 40 عام، فقال أعابده أم عالم؟ قالوا بل عابد. قال فتعالوا معي، فذهبوا إليه فاستأذنوا عليه وفي صورة رجال، فاستخرج الشيطان من جيبه بيضة ثم قال العابد الذي لا يفطر لسانه عن ذكر الله يصوم النهار ويقوم الليل، ترى هل يستطيع ربنا أن يدخل الكون في هذه البيضة؟ قال ما أظن ذلك، فحبط عمله 40 سنة. شيطان. ثم خرج الشيطان قال لأصحابي انظروا قد أحبطت عمل صاحبكم في لحظة وأنتم 40، فتعالوا بنا إلى من أتعب صاحبكم. فذهبوا إلى أحد العلماء وقد نام وقت الظهيرة، فاستأذنوا عليه، فدخل الخادم قال يا سيدي إن أناس عندهم سؤال. فقال العالم قل لهم قيلوا فإن الشياطين لا ثقيل. قال الشيطان لأصحابي لقد عرفنا قبل أن يرانا، يلا نمشي. لم يتن. إذن ففضل العلم على العبادة كفضل القمر على سائر الكواكب. إذن ما من عبادة عبادة إلا ولا بد أن يكون أن يعلوها العلم، وإلا فإنها كسراب يحسبه الظمآن ماء. فضيلة الدكتور أنا سعدنا بالمعلومات القيمة حقيقة في علم البيان اللي أنتم متخصصين فيه، جزاك الله خير. سبحان الله، أنا يمكن في البداية قلت لكم أنه في بعض إخوة سألوني قبل أبدأ اللقاء معاكم بعض أسئلة في علم البيان. حقيقة يعني جاءني الآن من أحد الأخوان أثناء يعني مداخلة، فبيقول لي حقيقة يعني سمع عنكم في شرحكم الجميل في معاني القرآن، فحقيقة هو قال الآية شغلته من فترة طويلة يبغى يعرف تفسيرها أو معناها، آية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها. فحقيقة وصوني جماعة أنه أسأل فضيلتكم عن يعني تفسير هذه الآية أو معانيها من رؤيتكم الخاصة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العزة جل شأنه لما أخبر عن نبيه آدم قال وعلم آدم الأسماء كلها، وإنما علم آدم الأسماء كلها لاستنكار الملائكة، وأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس سبح ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، وإنما الأسماء التي عرفها آدم هي التي ستخرج من ذريته إلى قيام الساعة. فعلم آدم في الأزل كل الأسماء، كل اسم لشيء سيصنع ويخرج بيد البشر بيد ذريته إلى يوم القيامة. ثم عرضهم على الملائكة فرأوا شيئا مهول مما سيخرج من هذا الضعيف الذي احتقرته الملائكة. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادق. قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم، ولم يقل أخبرهم لأن النبأ هو الشيء الذي يخبر عن المستقبل. أنبئهم بأسماء، فلما أنبأوا بأسمائهم قالوا قال إني أعلم ولا تعلمون، إني أعلم ولا تعلمون. فكانت الملائكة قد عجزت، وهذا فيه تفضيل آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم، إذ أنه مخلوق ضخم 60 ذراع 7 أذرع، ومع ذلك ليس بهذا يقدم، وإنما قد قدم بما يعلم. ولذلك يقال أن المرأة بأصغره بلسانه وقلبه، فلباسك يرفعك قبل جلوسك وكلامك يرفعك بعد جلوسك. فلذلك آدم لما بين له الأسماء التي علمه الله إياها في الأزل اندهشت الملائكة منه واستغربوا من هذا العلم، لكن الله تعالى وغرسه في آدم أثناء نفخه في الروح، نفخه فيه الروح، لما نفخ فيه الروح غرس فيه هذا العلم فبينه آدم عليه السلام. إذن الأسماء كلها كل الأشياء، مع العلم أن العلماء أن المفسرين اختلفوا في الأسماء قديما، لكن الأسماء في الغالب هي ما ستخرج من آدم ومن ذريته من كل مصنوع خرج من أيدي السفن والطائرات والسيارات بأسمائهم، بمعنى كل شيء باسمه. كان آدم يقول هذه الطائرة اسمها كذا، هذه يعطي الاسم الذي سيكون في العصر الذي ستصنع هذه الطائرة أو هذا الشيء. قال أسماء كلها ولم يقل الأسماء، ما من اسم ما من شيء سيصنع إلا ويعطيه آدم نفس الاسم الذي علمه الله إياه. أنا مميز على الملائكة. نعم أنا مميز. ونحن أبناء آدم، هل نحن مميزون أيضا؟
ما في ذلك شك، لأن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، نعم، وإيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، وإيمان باقي البشر يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، نعم، ولذلك فإن الأنبياء أفضل من الملائكة، وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما قاله جبريل عليه السلام لما جاء ابو البراق قالت إسراء المعراج، قال اهدأ يا براق فوالله ما ركبك أشرف من هذا المخلوق. والدليل الثاني أنه لما وقفوا عند سدرة المنتهى توقف جبريل وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو تقدم، قال لو تقدمت لاحترقت، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيل سدرة المنتهى لأن انتهاء الملائكة، ما من ملك إلا ويقف لا يزيد، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على في أفضلية محمد صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، قد تحت سدرة المنتهى. ومن أفضليته على جبريل أن الله تعالى تدل من عليائه إلى نبيه ثم دنا فتدلى، كان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما أوحى، في أفضل، هذا يدل على أن أفضلية الأنبياء على الملائكة. ما شاء الله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أن في له معجزات في رمضان يعني معروفة أو في رمضان أشياء؟ أول شيء علينا أن نفهم على أن المعجز هو القرآن، نعم، أما ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء هي دلالات نبوة وليست معجزات، لأن أن نبع الماء من بين أصابعه، تكلم الضب، تكلم الجذع، جذع الشجرة، صحيح، هذه كلها دلالات نبوة، لأن لو قلنا أنها معجز قد يأتي ساحر عالم وقد يدخل الشيطان في المكان ويتكلم يقول إذا محمد لم يأتي بشيء جديد، لكن لما كان القرآن ما يستطيع السحرة أن يقال قل لو اجتمعت الإنس والجن ألا يأتون بمثل هذا، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن المعجزة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا تكمن في كتاب الله في القرآن، أما ما دون ذلك فهي دلالات النبوة، وقد جمع البيهقي كتابه المعروف سماه دلائل النبوة، فيه ألف دليلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استقلالية الإعجاز تبقى مع القرآن، معجز في بلاغته، معجز في، فلذلك رب العالمين نظمه ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان. وأنت لما سألت عن القرآن فعليك أن تعلم أن من بيان القرآن أنه إن أوجز كان كافيا، وإن بين كان شافيا، وإن أشار كان وافيا، وإن حكم كان عادلا، وإن أكثر كان مذكرا، وإن وعظ كان مؤثرا، لا يمله سامعه إذا تأمل، ولا يمله قارئه إذا استرسل، فهو حل إذا تذوقته العقول، بحر العلوم وديوان الحكم وجوهر الكلم ونزهة المتوسمين وروح قلوب المؤمنين، نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبيين في ليلة القدر. جزاك الله خير على البيان الجميل والمعاني الرائعة هذه. فجزاك الله خير، تذكرنا بفضيلة العلامة الشيخ محمد متولي الشعراوي. حقيقة احنا يمكن الشهر الماضي نزرت بيته الكريم في وجلست مع أولاده وسمعت منه ما كان يتميز به الشيخ الشعراوي حب الناس له، فقالوا لي الوالد كان يتميز بالبلاغة وسهولة التفسير على الناس وينزل إلى الناس بشرح القرآن بطريقة ميسرة على الناس، وأنا لاحظت ما شاء الله علم البيان وعلمكم البلاغة جميل جدا. وأتمنى يعني قبل أن ننهي الحلقة نسمع منكم يعني إيش البيان أو البلاغة، يعني إيش الفرق بينهم وإيش يعني إضافتهم على فهم القرآن الكريم. أول شيء الشيخ أمين الشعراوي رحمه الله، محمد متولي الشعراوي، نعم، متولي الشعراوي، كان رجل يتكلم من قلبه، نعم، وكان ينشئ الكلام في مجلسه، نعم، لم يكن يأتي بشيء من برا من خارج المكان، نعم، إنما كان يأتي بالكلام حينما يجلس، فكان ينسج الكلام ويحدثه في مكانه، وهذه من فتح الله عليه رحمه الله. الله، يعني كأنه يعتبر الشيخ محمد متولي الشعراوي يعني مجدد لذاك الموضع، فمجدد لهذا الفن ما شاء الله. ولذلك فإن المجددين قليل، والشيخ شعراوي رحمه الله واحد من هؤلاء المجددين، ولذلك ما أتى الزمان بمثله الآن، صحيح، إن هذا الرجل يعني فهو فريد من نوعه، لم يأتي زمان مثله، وكان يشتغل بأمور وصول البلاغة من ذلك المعاني والبديع، وكان يسحر الألباب، ولذلك كيف تعرف أن المتكلم صاحب بيان؟ إذا رأيته يشد الأذهان إليه،
وفي الحديث إن من البيان لسحرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يسحر الناس بكلامه، والسحر هو سحر الكلام. لذلك فإن السحر في القرآن جاء يراد به البيان. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ونرسلنا معك بني إسرائيل. إذن السحر هنا بمعنى البيان والبلاء والفصاحة والإيضاح، وليس السحر المدموم وهو قلب الباطل حقا. هذا الذي قال فيه النبي إن من البيان لسحرا. وكان الشيخ شعره رحمه الله واحد من هؤلاء القلائل الذين فتح الله عليهم في زمانه، لأن أثر ثراء عظيما في هذا الفن، وكان له طلبة وأتباع في هذا المجال يرحمه الله في هذه الساعة المباركة. ومن ثم فإن البيان غير التفسير. التفسير هو الكشف عن الشيء، أما البيان هو الإيضاح. فقد يكون ابن آدم مكتوما إذا تكلم تبين ما يريد. ومن ثم ربك خلق الإنسان علمه البيان. والبيان أن تبين. ومن ثم رب العالمين دائما يأمر في القرآن بالبيان، لتبيننه للناس ولا تكتمون. قال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. إذن البيان هو الإيضاح الذي يسلب الألباب. جزاك الله الخير فضيلة الدكتور على العلم الطيب اللي استفدناه منكم اليوم مع أعزائنا المشاهدين، وحقيقة نشكرك شكر جزيل، ونتمنى أن تكون معنا دائما طوال شهر رمضان حتى إنكم سافرتوا ونحن نأتي إليكم إن شاء الله إلى بلادكم ونستقي العلم منكم إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين، كان معكم فضيلة العلامة الدكتور عبد الواحد وجيه أستاذ البيان في القرآن الكريم. وآخر دعوانا فضيلة الدكتور وأعزائنا المشاهدين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.